ليبانيز باتر ريكفري بروجرام هو مشروع انه نسحب كل الانين الفاضيه من السوق يلي هي انين الكحول استهلكت بالمطاعم. الهدف منه انه نحن ما نخلي ورانا زيز فاضي وانين فاضي ممكن بيوم الايام تستعمل لاغراض غير قانونيه. انا هون بهمني كثير اتشكر يلي دعموا هالمشروع من وزير السياحه للنقابه لشركائنا بالقطاع وصولا لاركونسيال. هيدا المشروع مش بس بفيد القطاع وبفيد المستهلك، كمان بفيد البيئه، بفيد المجتمع المدني، وبفيد السياحه والاقتصاد. من ايام شركه جابرييل بوكتي والمحافظه على البيئه والعمل على ترويج صوره افضل للبنان، اليوم اجتمعنا كلنا كموزعين للمشروبات الروحيه بالتعاون مع شركه اركونسيال لاطلاق هيدا الحمله الفريده من نوعها يلي هدفها ما بقى نترك اناني زجاجيه بالسوق، لبل ناخذهم لاعاده تكريرهم من ميل لحس الشباب اللبناني على المحافظه على البيئه، ومن ثاني ميل لترويج صوره افضل للبنان كونه بلد سياحي بامتياز. لبنان دائما بلد سباق للمشاريع اللي بتخلق قيمه مضافه لسياحته. السواح اللي عم يجوا لعنا ان كان من البلاد العربيه او من بلاد الغرب رح يرتاحوا لنوعيه المشروب اللي عم يستهلكوه. من الناحيه البيئيه لبنان لازم ينتمي لمشاريع تنميه مستدامه. بتعرفوا انتم انه الازاز ريسايكلينج تبع الازاز هو مصدر طاقه لغير قطاعات اقتصاديه، وهذا الشيء رح يامن الاستمراريه ان كان للمجتمع او للاقتصاد بالمستقبل. الاهتمام بالبيئه هي من اهم الركائز للمسؤوليه الاجتماعيه لشركه فتال عم ترعاها، ومشروع استرداد الانانه من اركونسيال واعاده تدويرها هي منا غير رسالة من رسائل فتة للمحافظة على البيئة وكسب ثقة الزبون لأن هالأصناف عندها جودة عالمية. الملفت في هذا المشروع أنه الأول من نوعه في لبنان وسيحفز الكثير من الشركات على التمثل به. التعاون والشراكة بين النقابة وشركات الكحول جعلت علاقتنا متكاملة على كافة الصعد. سنوياً ننتج بلبنان مليونين طن من النفايات، ومثل عادتها دخلت أركونسيال وين في حاجة، والحاجة اليوم هي لنلاقي تصريف للإزاز يلي عم بينكب بطريقة عشوائية. تعاونت أركونسيال مع شركة ديفلوبمنت إنك بالتعاون مع مستوردي الكحول بلبنان على لم الزجاجات الخاصة فيهم يلي موزع على البابات والمطاعم والملاهي الليلية والبارات لتاخدون وتعملون نوع من إعادة تدوير قابلة للاستخدام بمواد البناء كافة، بصناعة مستوعبات للنفايات، باستخدامها كمان لصنع نوع من بلاط وتزيين واجهات مباني. بيلموا الإزاز الموجود في قلب البن، بيتم تكسير هيدا الإزاز وبيتم تحويله لنا على المصنع لتحويله انتو ROGP product. الماكينات صارت جاهزة، المعمل في المراحل الأخيرة للتشطيب، وقريباً جداً حيتم إنتاج أول ألواح ROGP في لبنان. هذا المشروع انوجد ليبقى ويستمر، وبدعم من الاتحاد الأوروبي اللي هو مشكور جداً رح يتمدد لست بلدان عربية بالمدى القريب.